للرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله. تمام؟ ده اليوم النبوي بتاعه بنحتفل بيه او بيكون ميلاده يوم 12 من شهر ربيع الاول اللي احنا فيه ده عام 571 بعد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. اليوم ده احنا بنحتفل بيه كمسلمين لان سيدنا محمد هو اللي بدا الدعوه ان هو ارشدنا للاسلام والنور وان احنا نمشي على طريق الحق ازاي نتقرب الى الله. فعشان كده ميلاده بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. تمام؟ اليوم ده بنحتفل بيه ازاي؟ في ناس بتصوم، في ناس بتصلي، في ناس بتدعي، في ناس بتذكر الرسول كتير تفضل تصلي عليه. افضل احتفال بمولد النبوي ان انا يعني اتذكر واذكر ربنا واذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير جدا. تمام؟ أن تراك روحي يا حبيبي. كلمة بتاعتكم حمزة قال أنا سعدت جدي، مريم قالت إن هي تعرف ماما في حاجة في البيت لما لقيت البيت دي ساعتها روحت البيت معاها، صح كده؟ طيب في واحد إحنا المفروض نؤمن بيه، والشخص ده مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، والشغل اللي إحنا فيه ده ذكرى ميلاده، عارفين إيه هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عملته مريم واللي عمله حمزه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيه. الرسول كان بيبقى في خدمه اهله، كان بيبقى في خدمه اهله، واحنا بنحتاج كل ثمن في ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان خاطر نتعلم منه ونمشي على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ما ساعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بكده، خيركم خيركم لاهلك وانا خيركم لاهلك، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لاهلك وانا خيركم لاهلي. يعني كل واحد فينا لازم يبقى مع اهله كويس، لان قوتنا مين؟ قوتنا مين يا شباب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوتنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما نسمع اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه. يعني مين الشخص البخيل؟ البخيل مش بخيل ان هو يصرف او يجيب اكل او يجيب شرب او كده، لا، ده الرسول قال ان البخيل هو الشخص اللي بيسمع اسمي وما بيصليش عليا. انت عندك مخدر؟ لا. يبقى بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه. بس ايه ده دلوقتي بنقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. كلهم طيبين يا سلام. افضل الفضل سيدنا محمد اللي ده انت قال عايز رسول الله امتى؟ ولا امتى؟ اللي ده عامل فيه اللي هو عام كام؟ هو عام 500 وكام؟ 570 اللي هو 12 فعلا. الله كان عايز ينزل ايه؟ انت عايز تنزل ايه؟ تمام. كان عايز كنيسه في اليمن وعايز الناس ايه؟ هل قدر يهدمها؟ لا. هنقول لك بقى ايه؟ طب قدر يهدمها؟ طب ايه اللي حصل؟ تمام. خير من امين تدمير كتابه من ايه؟ الرسول اتوي. هل بابا كان عايش؟ ولد يتيما، ولد يتيما، ولد متوفى. الرسول ولد في 12 ربيع الاول في عهد ايه؟ الفيل. ولما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى معجزات كثيره، منها لما ولد رأى كأنما نورا خرج وأضاء لها الكون، كأن نور كده نزل ونور بها الدنيا ايه؟ كلها، تمام؟ فلما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولد ساجدا، يعني لما الحليب نزل أي طفل احنا عارفين لما بيتولد بنعمل ايه؟ بنشيله كده على الكتف، لا، ده ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا، نزل ايه؟ ساجد على الأرض، وكان عمه طبعا عبد المطلب رأى بعض
المعجزات قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى كأنما خرج من ظهره سلسلة من فضة أضاءت له من الأرض إلى إلى السماء، ورجع مرة أخرى في شجرة عظيمة يضيء. ده دليل إن